يبدو أن الأمطار ستصاحبنا طوال هذه المباراة، مع ذلك الجماهير بصراحة حاضرة بكثافة، الكل متحمس لهذا اللقاء، أكيد أنهم متعودين على هذه الأجواء، عشق الفريق يتفوق على كل شيء، حتى على ظروف الطقس الصعبة. ايضا اللاعبين يعرفون كيف يلعبون في ظل هذه الاجواء. المهم ان نشاهد واياكم اداء مقنع في مباراه اليوم ونستمتع بهذه المباراه. يا سلام على هذه الاجواء الغير عاديه هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول انها تصل على الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحه مع النشيد الوطني البرازيلي. النشيد الوطني للفريق الآخر. هي البداية إذن بمبدأ الأمان يعود بالكرة. زامبونغويزا تلعب الكرة إلى الأمام. فريد ريتشاردسون يلعبها على طرف الملعب، قد تكون هذه فرصته، ويعود بالكرة إلى الوراء. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، عاد بسرعة وقام بأداء الواجب الدفاعي على أكمل وجه. البرازيل يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق، يسدد الكرة. تصدي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. فابينهو والآن لديه فرصة، يشتت الكرة بعيدا، ممكن يستغل هذه الفرصة. تحول سريع في الملعب. زامبونغويزا والآن الكرة ملعوبة للأمام.
العودة بالكرة. دانيلو يخاطر بهذه التمريرة وقد تكلف الكثير، يبحث عن المهاجم. بينية رائعة، تمريرة جميلة تخترق الدفاع، تسديدة من أول لمسة بعيدة تماما عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه أن يسجل. الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. لوكاس باكيتا فريد، وستكون هنا رمية تماس. فابينهو يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية، يحاول تمريرها من بين المدافعين بقراءة ممتازة، يقطع الكرة. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى، يحاول أن يلعب كرة بينية والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الكرة ملعوبة من مسافة، مرت الكرة. نيمار، صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. الكاميرون كان محظوظا في الشوط الأول أنه شباكة لم تقبل أهداف، لابد أن يغير الفريق من وضعيته، من فلسفته، من المستحيل استمرار الوضع هكذا، وإلا ربما هدف في مرمى في الطريق. هنا كرة عرضية، نيمار، نيمار، كرة في الشباك. قدر على ظهور في مثل هذه الأوقات، هذا الشيء يظهر لك النجوم، شخصية اللاعبين، سمتهم، مهاراتهم، قيمتهم، شخصيتهم. قدرات خاصة لا يتمتع بها إلا القليل، التمركز شيء أساسي في هذا الهدف. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل، التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. تمريرة مرة أخرى للوسط، زامبونغويزا يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا سلام على المهارة، الكرة الجميلة، يلعبها إلى منطقة الجزاء. الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم، واضح النهج الجديد في الهجوم، الآن تقدم جيد. الأرقام، المحاولات على المرمى تثبت أن النتيجة عادلة، أن تأخرهم في النتيجة أمر طبيعي بالنظر لقلة المحاولات على المرمى. استلام جميل الكرة، ينجح في المرور، يرفع كرة، ضربة رأسية يبعدها عن مناطق الخطورة.
بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كوندي تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، دفاع ينجح في ابعاد الكرة عن منطقة الخطر. كوندي أبو بكر أفقد الخصم التركيز التوازن بهدوء وكثير من العزم، يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. لوكاس باكيتا، نيمار يمر ويلعب كرة بينية، نيمار لعبة جميلة تسديدة أجمل مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. لمسة داخل منطقة الجزاء. وكرة عرضية. ضربة ركنية مرة أخرى. كرة عرضية خط، كرة رأسية، الله على هذا التألق لحارس رائع. الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة.